موافق على المادة اللي هتغير أو هتمد الرئاسة 6 سنين عشان رئيس الجمهورية يقدر يعني حد يحط خطة وينفذها. 4 سنين مش كفاية. طبعا أنا مع التعديلات الدستورية، ولان قصر المده بيخلي اي قائد او رئيس مش هيقدر يكمل اللي هو عايزه. طبعا احنا عايزين طبعا الفتره تبقى 6 سنين بحيث انه يقدر يكمل المشاريع. مواطن مصري وموافق على التعديلات الدستوريه، يعني هو دلوقتي لما بيجي بيعدل، واخد بال حضرتك، حاجات لصالح المعاقين، هل دي صالح المواطن ولا ضده؟ طبعا في صالحه. اما بيزود مقاعد المراه، واخد بال حضرتك انت، دي حاجه كويسه في صالح المرأة ولا في ضدها؟ فأنا شايف إن التعديلات الدستورية اللي هي قائمة واللي بيتكلموا عليها الحاقدين والغوغائيين والمتشدقين والمتنطعين، عايز أقول لهم إن مصر سوف تكون آبية إلى يوم الدين. أولاً أنا مش موافق على التعديلات الدستورية. مجلس الشورى أنا مش موافق إن يرجع تاني مجلس الشورى. إن إحنا كده تمام. إنما مد فترة الرئاسة أنا كفاية بس 4 سنين، مش عاوزها تبقى 6. طبعاً مع التعديلات الدستورية الجديدة، لأنها بتوفر أولا نسبة كويسة جدا للمرأة، ونسبة كويسة جدا لأصحاب القدرات الخاصة. في النهاية كلمة الشعب هي اللي هتمشي، يعني التعديلات دي لو الشعب رفضها خلاص الموضوع انتهى، ولو قبلها خلاص موجودة بس، وإحنا ورا البلد دي إن شاء الله لغاية بتقوم. التعديلات الدستورية لابد أن تقرأ مرة واثنين وثلاثة، لأن دي في صالح الدولة. بالنسبة لنسبة المرأة، المرأة بمتواجدة، ونسبة عدد النواب زادت. لا، مجلس الشورى مش موافق إن يبقى في مجلس الشورى، حاسس إن ملوش دور. معلش، أنا موافق على التعديلات الدستورية في حالتين، لأن الرئيس لا عايزين يكمله عشان نعمل المشاريع بتاعتنا اللي هو عمله، ما حدش يجي تاني وما يكملش يبهدل اللي هو عمله. طبعا انا موافق ان الرئيس يكمل بدل ال4 سنين يكمل ب6 سنين عشان يكمل مشاريعه وكده والبلد تنهض بينا. انا موافق عشان خاطر الفلاحين والعمال هيبقى ليهم دور وليهم راي. التعديلات الدستوريه انا مش موافق عليها على اساس ان 4 سنين لفتره الرئاسه. مش الدستور مكتوب فيه كده اللي هو 2013، ومجلس الشورى ما لوش لازمة يعني. لا، أنا مش موافق مجلس الشورى، خلي مجلس الشعب بس. المادة اللي هي 244 دي، ودي حلوة جميلة على أساس يبقى يكون في مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين والفلاحين والعمال. الدستور مش حاجة ثابتة، إن احنا نمشي على دستور خاص، أما يقابلنا أي شيء جديد فلازم إن احنا نعمل تعديل ليه. ونفسي برضو زي تعديلات المرور وتعديلات الحياة السياسية والحياة الثقافية لازم يكون فيها تعديلات.